ده. تعالوا بقى ننتقل إلى قصة أخرى. القصة دي بقى أنا حبيتها جدا في الحقيقة. الناس اللي بيكون شغفها ما بيوقفش حتى لو طبيعة شغلهم عكس كده، يعني دايما تحافظ على شغفك، دايما تحافظ على الحاجة اللي بتحبها. وياما شفنا ناس صوتها بيكون جميل جدا وهم في الأساس أصلا بيشتغلوا مثلا دكاترة أو مهندسين، ناس مهتمة بالرياضة برغم إن وقتهم محدود جدا، وناس تانية كتير الشغف بقى مالي عقولهم، زي مثلا القصة اللي هتكون معانا دلوقتي عن صيدلي رسم في دمه ومش بيقدر يمنع نفسه ابدا من انه يمسك الريشه ويرسم حتى لو الرسم ده بالادويه. انا مش عارف الصراحه ازاي بالادويه، بس هنشوف مع حضراتكم. المهم ان محمود يوسف اتخرج من 5 سنين تقريبا وما قدرش ينسى الرسم اللي بيحبه من هو صغير، وطبعا عينه كانت يعني طبعا زي ما بيقولوا الباشن عينه فيه بتلمع وبيستنى طبعا كل رسمه جديده. لكن ازاي بقى بالادويه وبايه بيستخدمه وبيرسم الشخصيات اللي حضرتك بتشوفها دي ازاي؟ احنا هنعرف ده طبعا من محمود. خلونا نستقبله. اهلا بك يا محمود. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك محمود. اول سؤال يعني اكيد هنسالك، يعني ايه بترسم بالادويه؟ والله يا رسم بالادويه جه من الرسم الاساسي بالالوان العاديه، تمام، وكان في طبعا حسينا بالتشابه، يعني التشابه ما بين المحاليل والمظاهرات الجراحيه مع الأدوية نفسها، تقريبا نفس الخامات أو نفس المؤثرات. يعني مثلا احنا الرسمه اللي يعني الفكره جات لك ازاي؟ يعني يمكن احنا طول عمرنا الادويه بتاعتنا الليكويدز يعني او السيربس اللي بنشربها بتبقى فعلا ملونه، بس محدش جه في باله خالص الالوان دي ممكن الواحد يرسم بيها. وهل الالوان دي بتفضل ثابته ولا بتتمسح لو جت عليها ميه، ولا بتحافظ عليها ازاي؟ لا هي بتفضل ثابته، هي بتنشف بسرعه، يعني بعض الخصائص بتاعتها بالذات الميكروكروم او البتادين ان هو بيجف بسرعه. اوكي ايوه صح، البتادين كان احنا شايفين حسام حسن بالميكروكروم صح؟ وبترسم بايه؟ بترسم بالميكروكروم بتادين مثلا بايه تاني؟ بريشه برضو نفس ريشه الالوان بالظبط. بس انت راسم رسم يعني رسام محترف، هل اخدت كورس في الرسم ولا انت ده كده يعني موهبه ربانيه تماما؟ لا والله انا ما اخدتش كورسات خالص، هو بالممارسه والتجارب وبرضه بنحاول نشوف على وسائل التواصل طب مصير بقى اللوحات الجميله اللي انت عملتها دي ايه؟ هل بتفكر مثلا تعمل بيها معرض ولا بتفكر ان انت مثلا تبروزها بشكل معين وتحطها عندك في البيت او تهدي بيها اصحابك؟ يعني مصير اللوحات الحلوه دي ايه؟ لا موجوده بحتفظ بيها وبرضه بتنزل على حسابي على الفيسبوك، يعني بيكون اكثر حفظ للوح. Okay. انت راسم كوبر بايه بقى؟ رسمه بايه؟ ايه الازرق ده؟ ده مطهر جراحي اسمه الجنتيان، اللي هو زي الميكروكروم نفس الفكره. مطهر جراحي للجروح يعني انت اصحابك بتقول لهم ما ترموش الادويه الدهان اللي انا هرسم بيها من الاخر كده بالظبط كده. بس والله فكرة ذكية جدا. يعني انت لازم بقى تفكر تعمل معرض، ليه لا؟ اصل فكرة يعني صح. فكرة برضو مبتكرة. مش يعني مش ما اعتقدش انه في ناس كتير ممكن تكون بترسم بالادوية الحقيقة. هي الحمد لله جات لي فكرة طبعا عشان التميز، لان حضرتك عارف طبعا عندنا رسامين كتير جدا ومع انتشار وسائل التواصل، فاحنا لازم يعني انا حبيت ان انا اعمل حاجة تكون باسمي. طب عايز ترسم ايه تاني؟ عايز ترسم مين؟ احنا شايفين دلوقتي برضو ده محمد هنيدي، محمد هنيدي في رمضان ابو العالمين حموده صح؟ مبروك ابو العالمين. ايوه صح كده. عايز ترسم مين تاني؟ والله عايز ارسم حاجات كتيره، بس هي بتبقى بالصدفه مع حدث او مع مسابقه، لان محمد هنيدي كانت مسابقه على احد المواقع والحمد لله الفكره عجبت الناس، يعني كانت فعلا مميزه. طب ما تجرب ترسم محمد صلاح كده وتبعت لنا الصوره وننشرها عندنا واكيد الناس هتتفاعل معاها، انت عارف. عادل امام طبعا. محمد صلاح ليه رسومات كتير عندي بس لسه ما دخلش في الخامات دي يعني. اوكي طيب نتمنى نشوفها ان شاء الله قريب، و يعني بشجعك انك تكمل وان شاء الله يكون ليك معرض، واستمر بقى في نشر الصور الجميله دي على الفيسبوك والسوشيال ميديا. باذن الله باذن الله ان شاء الله. اللي عايز يتابعك بقى يتابعك على السوشيال ميديا ازاي؟ يقول ايه؟ يكتب ايه؟ صفحتي على الفيسبوك انت عامل بيج ولا الاكونت؟ لا عامل البيج وفي اكونت برضه. يعني البيج عشان كل الناس بس تقدر تعمل لك عليها فولو او لايك باسمك. محمود يوسف. ايوه بالظبط كده. أيوة. اوكي نورتنا. بنشكرك يا محمود، وكمان ان شاء الله تكمل
ويبقى ليك بقى معارضك المختلفه. فكره حلوه جدا على فكره. فكره حلوه جدا جدا. بدل ما ترمي الدواء تستخدميه ترسمي بيه. بالظبط، ده لو بتعرف ترسم بقى. هو انت يعني جيب الدواء. الحقيقه انا عندي مفيش موهبه قوي الصراحه، بس يعني بشجع الموهبه. ايوه طبعا.